السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهاردة هتكلم عن شوية مشتريات كده بسيطة اشتريتها. فطبعا انتوا عارفين ان انا كل ما بشتري حاجة بحب اشاركها معاكم علشان تعرفوا انا جبت ايه ومنين وكده يعني، والاسعار والحاجات دي. فحبيت ان انا اشارك معاكم المشتريات بتاعتي. ولو انت اول مرة تشوفي الفيديو بتاعي فاهلا بيكي. انا ايمي، القناة بتاعتي في اليوتيوب اسمها قناة ايمي، كل يوم بيبقى عليها فيديو جديد. ولو انت مش مشتركة في القناة فاشتركي من القناة من الكلمة اللي لونها احمر تحت الفيديو اللي اسمها اشتراك او سبسكرايب، وكمان فعلي علامة الجرس اللي جنبها علشان يوصلك اشعار جديد بكل فيديو جديد. لان انت لو ما فعلتيش علامة الجرس اللي جنب الفيديو للاسف مش هيجيلك اي حاجة عن القناة تاني، فلازم تفعليها. ولو انت متابعيني على الفيسبوك فالصفحة بتاعتي اسمها ايمي عاطف، وكل يوم برضه هتلاقي عليها ان شاء الله فيديو جديد. اشتريت شوية حاجات كده. يمكن اول حاجة اشتريتها وكانت بالنسبة لي حاجة مبسوطة قوي ان انا اشتريتها، اللي هي الفرش بتاعة جيس اب. الفرش دي يمكن مجننة البنات الفترة الأخيرة، كل الناس بتشتري منها. فيها كذا ست يعني، ليها كذا مجموعة. فأنا اخترت المجموعة اللي هي 15 فرشة. زي ما انتوا شايفين هي بصراحة يعني فيها كل تقريبا الفرش اللي انت هتحتاجيها لو انت مبتدأ او كده. يمكن انا عندي يعني كنت جايبة كذا ست قبل كده من حاجات تانية، لكن الفرش بشكل عام انا شايفة ان الفرش ناعمة وكويسة قوي وجودتها حلوة جدا يعني بالنسبة لسعرها. انصح اي حد مبتدئ عايز فرش لكل حاجة يجيب الفرش بتاعت جيس اب دي، وفي منها طبعا مجموعات تانية ممكن تختاري اللي يناسبك. تاني حاجة جبتها هي باليت كوريكتور من مورفي. يمكن انا من الناس اللي ما بتجيبش كوريكتور اصلا، او من ساعة ما اشتريت ميك اب ما بقيتش اجيب كوريكتور. لكن الفترة الاخيرة يمكن كنت يعني وشي مرهق شوية، وكمان علشان بعمل جلسات ليزر لبشرتي، فبشرتي طبعا مع الحر وكده بتبقى يعني استمرت شوية، زائد بقى الارهاق وكده ممكن يطلع لي مثلا لقيت تحت عينيا كده حلق شوية. فالكوريكتور لازم 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 لو انت عندك مشاكل في بشرتك، زي مثلا هالات سودة، زي عندك مثلا وشك احمر، عندك مثلا بقع، عندك حبوب مكانها احمر، فلازم الكوريكتور عشان يعادل لون البشرة بتاعتك قبل ما تحطي كريم الاساس. لان انت لو حطيتي كريم الاساس وما عملتيش الكوريكتور ده هتلاقي ان تحت الكريم الاساس باين كل حاجة، لكن بالكوريكتور مش هيبان اي حاجة. وطبعا ايادة برع طبعا ابن اختي ان هو يعمل لكم سواتش للدرجات. فدي الدرجات بتاعتها يمكن فيها كل الالوان، ملمسها حسيت ان هو ناشف شوية، بس لما جربته بالفرشة حسيت ان هو لا بيتفرد بسهولة. لكن يعني لو انت هتعمليه بايديكي مثلا يعني حاسه ان هو ناشف شوية مش عارفة ليه، فلسه هجربه برضو بقول لكم. كمان جبت فاونديشن كريم اساس من فيت مي. يمكن فيت مي ده من زمان جدا ومعرفش ليه ما جبتوش قبل كده وما فكرتش ان انا اجيبه، فيعني قلت خلاص بقى انا لازم اجربه، لان هو بدأ ينزل منه انواع جديدة، وكمان هو اصلا مفيش حد يعني جربه وقال عليه وحش. هو في منه نوعين، نوع للبشرة الجافة ونوع للبشرة الدهنية، فانت لازم تكوني عارفة كويس قوي انت هتشتري انهي نوع. لو انت دهنية اشتري للدهنية، ولو انت جافة اشتري للجافة. ده اللون الدرجة بتاعته 220 اللي هي مناسبة لماك انسي 20، بس انا لسه ما جربتهاش، عليا مش عارفة هتبقى نفس الدرجة مثلا مناسبة لبشرتي ولا لا. بس دي الدرجة تقريبا المعادلة ليها. ده السواتش بتاع الدرجة، وخلي بالكم ان ده في النهار يعني ممكن تكون في الضوء حاجة تانية او لون تاني. فده في ضوء النهار، واللي هو مش ضوء النهار القوي كمان. فانتي عشان تعرفي الدرجة بتاعتك لازم تكوني محددة الاول بماك، لان ده اسهل حاجة، او لوريال اللي انا هتكلم عنه دلوقتي اللي هو الكريم الاساس ده. ده كمان في كل درجات لكل الوان البشرة وكل الاندرتون اللي ممكن تتخيلون، فده الرخيص وماك طبعا الغالي. فلو انتي عايزة تحددي لون بشرتك فهتعرفي تحدديه كويس قوي بلوريال ترو ماتش. انا الفونديشن ده كنت يعني بحبه جدا، بس انا للأسف جبت درجة غلط اول مرة، اول ما بدأت ان انا اشتري من النت درجات فاونديشن وكده، فللأسف جبت درجة غلط مش مناسبة ليا. فدلوقتي جبت درجة تانية يعني اتمنى ان هي تكون مناسبة ليا وتكون يعني لوني. دي اللي هي لونها على اصفر زي ما انتوا شايفين، يمكن هي نفس درجة كمان فيتني، يعني هما الاتنين قريبين من بعض جدا، لان هما زي ما قلت هما بيبقوا بيعادلوا انسي 20 في ماك. فيعني اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم المشتريات البسيطة دي.
وان شاء الله هعمل لكم ريفيوهات عن الفونديشن اللي عندي بقى، وازاي تختاري الدرجه بتاعتك وكده، خصوصا لو انت حابه تشتري منتجات من بره سواء دراج ستور او هاي اند وكده. بس كده ده كان الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا باي حاجه. ولو اي حد عايز اللينك بتاع الجروب علشان تعرفوا الاسعار او كده، فاكتب لي كومنت تحت الفيديو وان انتوا عايزين اللينك، وانا هبعت لكم اللينك بتاع الجروب كل الحاجات انا شاريها بفلوس، يعني مش دعايه ومش اعلان لاي حد، بس انا ببعت لكم اللينكات عشان لو انتوا عايزين تشتروا الحاجات اللي انا اشتريتها او تعرفوا الاسعار او كده، لان انا في الغالب مش بفتكر اسعار قوي. ولو انت متابعاني على اليوتيوب للاسف لان مفيش رسائل، فهتلاقي تحت الفيديو ده هتلاقي اللينكات بتاعت انستجرام وهتلاقي الفيسبوك وكل حاجه، فتقدري تكلميني على اي حاجه تناسبك، وهبعت لك اللينك بتاع المشتريات. بس كده، واشوفك على خير ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.